وركز وياي هنا أنا. ركز مرة الأخرى، أكثر اللعب يصير بالتصويت الخاص. بس قبلها عندي سؤال، استخبارات الداخلية ليش إجا أمر سحبهم من مراكز الاقتراع بالتصويت الخاص؟ ومنين إجا الأمر؟ وليش إجا الأمر؟ والسؤال الثاني، الرامات مع الكاميرات مراكز الاقتراع وين؟ والسؤال الثالث، الطيارة اللي وقعت بطوس خورماتو واستشهد بها ضابط، كم صندوق انتخابي بيها؟ المهم، التصويت الخاص فعلا ماكو إجبار؟ الموضوع كان متروك لحرية الناخب؟ أن بعض الناخبين في التصويت الخاص بالقوات الأمنية يأتون مصطحبين من قبل الضابط المسؤول والذي يتابع عملية تصويتهم ومن ثم إعادتهم إلى وحداتهم العسكرية، وشدد أن هذا السلوك يعد خرقا صارخا لأحكام الدستور الخاصة بحق التصويت أو الامتناع. لدينا تسجيلات صوتية لما يعطوا أوامر جزء منها بها لهج يعني تهديد بغيابهم إذا لم يشترك في الانتخابات. رصدنا عملية توجيهات من قيادة عمليات إحدى المحافظات بوجوب أن يجلب كل منتسب وصل استلام أو نسخة منه لتأشير أنه قام بعملية تصويت، وهذا إجبار. القوات الأمنية هددت إذا لم يذهب الجندي للتصويت ينقطع راتبه. إذن هذا ضغط، هذا ضغط من أشكال الضغط على هذا الجندي، وبالتالي سيكون هناك ممكن تدخل من قبل أحزاب أو غيرها من الجهات. ياه الراتب الأكشر هذا اليومية يريد يقطعه، ياه الراتب. المشكلة المنتسب من يومية تستغل استغلال سياسي راح يبدي يحس أنه واجب حمايتك مو حماية بلده، توعده بالتعيين حتى ينتخبك، وورا ما يتعين تهدده براتب حتى يرجع ينتخبك، دزه بعد للبيت تجيب لك ملابس. هاي سووها صدق. دزه للبيت تجيب لك جدر دورما قبل لا تبرد. هاي مسووها صدق.